البنات لاباس كديرين بخير؟ انا يلا خرج يلا صحات الشتا عندنا شويه في طنجة، فصلت شي لعيبات كنوجدهم وبوسكو انا غير كنفصل وعندي المعلم ديالي اللي كندفعلو الخياطه. انا دابا خارجه، انا بقى سخفانه غدا باش ندفع ليه واحد الحاجه تيعصوبهم ليا، وخليكم معايا غادي نتلاقى مع واحد صاحبتي اللي غادي ندير ليها مقلب. يلا خليكم معايا نمشي نشوف فين نخبي التليفون، وخليكم معايا تفرجوا. هي بنيتها اللي غادي ندير ليها المقلب، مهم خليكم معايا شت حتى نمشيو عند الخياط. الشتا بدات، مهم شت حتى نوصلوا. حنا دابا داخلين القصريه باش غادي نمشي عند المعلم اللي كندفعلو الخدمه ديالي صوبها ليا. مهم حنا غاديين، ها هي غاده معانا تفرجوا. مهم حنا وصلنا عند الخياط، ها هو انا غادي ندخل وغادي نقلب على شي بلاصه فين غادي نخبي التليفون باش غادي نبداو التمثيليه ونبداو المقلب. مهم كيف كتشوفوا ها هو انا دابا في المحل ديال الخياط، ها هو هذا خاوي ما معايا حتى واحد حيت سخرته عند واحد السيد في القيصريه كيبيع القيطان والطراسم وداك الشيء. درت السبه انني نسيت القيطان ديال واحد اللبيسه وهو عيط لدعاء باش غادي يسخرها ليا باش يصيفطها ليا. مهم ها نتوما انا اتفقت معاه وغادي يصيفطها لعندي، وهنا غادي يبدا المقلب. انا غادي نحط الفيديو هنايا في هذه البلاصه هذه هكا، غادي نخبعو غادي نبلاصي هنا قبل ما تجي دعاء. يلا خليكم معايا. حبيبه حتى حاجه مصيفه، شوفي هذا حمادي كنت عاد يمشي بالدرج درج بزاف صاحبتي راشد باقي فين يجي راكي عارفه اللي كاين ما كنقدرش نطلع ونهبط دابا في الدرج. شوفوا واش يجي مع هذا التو، هذا جاني يجي مع هذا مالك الله يعطيك العافيه مالك قد حكي الله انا كنقول هذا الصحاب بزاف، انا كنقول له بلا تليفون هذه سمي ما دراي با هافضه لي ديالو نفس نفس شنو نعمل لك انا مقلاتي با عمري ما خديت لها في الميرات كل خد لك هنا زيني 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 ها كلمة ها كلمة ويا ربي لا 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 نفسك واش باقي مازال شهر شنو ندير شنو ندير شنو ندير ندير لك هنايا تنفسي تنفسي انا ما غادا شي اختي هزينا اختي خرجيني من هنا حفظني ما درتش لك ما حفظ شي ما عقلت ما عقلت شنو نعمل شنو نعمل لك هزيني 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 من هنا عافاك انا هزيك انا اي ما تقيمه يا ربي يا ربي كاين شي عينه نسيت لا ما تبعضيش ليا كرشي ما تهزنيش هكا انا نهزها كيما نهزها كي باش هكا يا ربي يا ربي فك هاد النار هادي يا ربي زيدي مالك انت تحكي مالك كنبعك معاك دواء هذا المنظر هذا صاحبتي شنو هذا المنظر اجي 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 كيضحكوا فيها الناس طيحتي لي بمعي من يا صاحبتي بعد الله يسامحك واش هادشي كيضحك واش هادشي كيضحك يا صاحبتي واش الحمل كيضحك ضيعتي لي نص هادي واش هاد المنظر هذا صافي الله يسامح الله يسامح صافي ولكن ماشي هاد المنظر تضحك معايا هايدا صافي شاركتي معانا في الكاميرا الخفيه شدي انا مخبع الكاميرا عاد صاحبي زيد في الشلتين درنا لكم مقلب قولي قولي تحيه للجمهور وسلمي عليهم والله الا راك عزيزه دعاء تحيه للجمهور شكرا شديت اليوم في دعاء مزيان مزيان عرفتي شنو دابا هي هبطه معايا في الطريق ها هي دي
وغادين وشايفاني هزه التليفون وغاده كتقول لي عندك تشدي فيا راك ما غدير لي شي مقلب على ثاني علاش هزه التليفون فقدات فيا الثقه نهائيا. المهم شدينا فيها شويه وضحك لي وضحكنا معاها الله يسمح لينا منها مره اخرى الا شدني الوجع ديال بصع والله ما كاين اللي غيعقل عليا الله يحفظه صافي. ايوا تهلاو في راسكم حبايبي والفيديو الجاي ان شاء الله تنبغيكم كاملين. السلام عليكم، باي باي.